أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صدق الله العلي العظيم. الآية الثانية المباركة ما هو معناها؟ وجوه يومئذ ناظرة، من النضارة من الجمال، معناها واضح. الآية الثانية: إلى ربها ناظرة، يعني ماذا إلى ربها ناظرة؟ في تفسير هذه الآية المباركة العلماء والمفسرون بيّنوا معاني محتملة عديدة، من جملتها قالوا: كلمة الرب ليست خاصة بالله سبحانه وتعالى، تطلق هذه الكلمة على غير الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم أيضا ورد استعمال هذه الكلمة لغير الله سبحانه وتعالى. إلى ربها ناظرة، من المحتملات في هذه الآية المباركة أنها تنظر إلى ربها لا إلى الله سبحانه وتعالى. من هو ربها؟ أيا كان، لسنا بصدد بيان المقصود من هذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة قد تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. ولكن وردت عبارة في حديثين، هذه العبارة بحاجة إلى توقف وتفسير، كشف معنى هذه العبارة. العبارة التي وردت في هذين الحديثين هي النظر إلى الله. الآية تقول إلى ربها ناظرة، كلمة الرب لها احتمالات. أما العبارة الواردة في حديثين أنه النظر إلى الله، هذه العبارة ما هو معناها؟ الله من أسماء الله سبحانه وتعالى، خاص بالله سبحانه وتعالى، ليس مثل كلمة الرب.
أقرأ لكم الحديثين. الحديث الأول حديث ورد في كامل الزيارات. نص الحديث هذا: من سره أن ينظر إلى الله يوم القيامة هذا الشيء الأول. الشيء الثاني: أقرأ لكم النص الشريف. من سره أن ينظر إلى الله يوم القيامة، ثانيا: وتهون عليه سكرة الموت، هذا ثانيا. الثالث: وهول المطلع الذي يريد أن يحصل على هذه الآثار العظيمة الثلاثة. أولا: ينظر إلى الله تعالى في يوم القيامة. ثانيا: تهون عليه سكرة الموت، وتعلمون أهمية هذه الكلمة. ثالثا: وهول المطلع، يعني يهون عليه هول المطلع. هول المطلع يكون عليه هينا، لا يكون عنده هول، الذي يريد أن يحصل على هذه الآثار العظيمة الثلاثة. فليكثر زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. الإكثار من زيارة قبر المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، له هذه الآثار العظيمة الثلاثة. هنيئا للمكثرين من زيارة سيد الشهداء. زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لها آثار. الإكثار من زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام له هذا الأثر، له هذه الآثار الثلاثة. هذا حديث في كامل الزيارات. حديث شريف آخر، الحديث هذا الثاني، ذكره البرقي في المحاسن. البرقي من أصحاب، يعني ممن أدرك عصر ثلاثة أو أربعة من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. توفي في زمن الغيبة الصغرى، في بدايات الغيبة الصغرى، وأدرك من الإمام الهادي، أدرك لعله حتى من عصر الإمام الجواد أيضا أدرك صلوات الله وسلامه عليهم. البرقي في أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن يذكر هذا الحديث. الحميري رضوان الله تعالى عليه، هذا الفقيه الجليل العظيم الثقة من وجوه الشيعة في زمنه، وهو الله عز وجل أطال في عمره على ما ببالي، عمر أكثر من 100 سنة، وأدرك عصور 5 من المعصومين عليهم الصلاة والسلام، من زمن الإمام الرضا إلى شطر كبير من الغيبة الصغرى، لعله في أواخر الغيبة الصغرى توفي، أكثر من 100 سنة عمر. في كتابه قرب الإسناد ومصادر أخرى هذا الحديث بسند صحيح طبعا. الحديث يروى عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، عن الإمام أبي جعفر الباقر. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الحديث عن جده الإمام الباقر عليهم الصلاة والسلام، يقول: من سره أن لا يكون بينه وبين الله حجاب، في بعض النسخ يوم القيامة، بعض المصادر كلمة يوم القيامة موجودة، في بعض المصادر هذه الكلمة غير موجودة هنا، لعله تكون الكلمة موجودة. من سره أن لا يكون بينه وبين الله حجاب يوم القيامة. لا يكون بينه وبين الله حجاب، يعني ماذا؟ حتى، هو الإمام يقول صلوات الله عليه، حتى ينظر إلى الله وينظر الله إليه. ماذا يصنع؟
الذي يريد أن يحصل على هذا الشيء أن ينظر إلى الله وأن ينظر الله إليه. فليتولى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ويبرأ في بعض النسخ ويتبرأ من عدوهم ويأتم بالإمام منهم، فإنه إذا كان ذلك في بعض النسخ إذا كان كذلك نظر إلى الله ونظر الله إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلمة صعبة التفسير، أن ينظر إلى الله، يعني ماذا أن ينظر إلى الله؟ لا شك ولا شبه أن المقصود من هذه الكلمة ليس النظر بالعين إلى الله نفسه، هذا شيء غير ممكن، هذا مستحيل أن الإنسان يتصور أن الله عز وجل جسم يمكن النظر إليه. الله ليس جسما، ليس كمثله شيء. الجسم يحتاج إلى حيز، إذن يكون الشيء الذي له جسم محتاجا، والله هو الغني الحميد، الله غني من كل شيء، الله هو الغني المطلق. إذن ما هو معنى هذه العبارة أن ينظر إلى الله؟ يعني ماذا؟ الله سبحانه وتعالى في آيات قرآنية عديدة، في الروايات الشريفة التي تفسر تلك الآيات القرآنية، نسب أشياء مرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى نفسه، أشياء عديدة، كلمات عديدة. هذه الكلمات لا تطلق على الله سبحانه وتعالى، ولكن في القرآن الكريم الله نسبها إلى نفسه لأنها مرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الله لا يأسف، الله لا يرضى كرضانا، الله لا يغضب كغضبنا، ولكن هذه الكلمات موجودة في القرآن الكريم. فلما آسفونا رضي الله عنهم ورضوا عنه، غضب عليهم غضب من الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمات واردة في القرآن الكريم. ما هو معنى هذه الكلمات؟ الله لا يرضى مثل رضانا. الرضا والغضب يكون للمتغير، الله لا يتغير، ما عند الله عز وجل غضب مثل غضبنا. أنا أغضب أكون في حالة معينة، أرضى أكون في حالة معينة. الرضا والغضب من صفات المخلوق، ليست من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل كيف ينسبها هذه الصفات إلى نفسه؟ رضا الله هو رضا فاطمة، غضب الله هو غضب فاطمة. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، يعني ماذا؟ الغضب من الصديقة الكبرى الله عز وجل اعتبره غضبه. رضا فاطمة سلام الله عليها وصلوات الله وسلامه عليها اعتبره الله سبحانه وتعالى رضا نفسه. ظلم أهل البيت، من يظلم أهل البيت الله عز وجل اعتبره ظلما لله. فلما آسفونا، الأسف الذي يكون لأهل البيت الله عز وجل اعتبره أسفا له. أمور عديدة تنسب إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل نسبها إلى نفسه. النظر إلى الله، هذه الكلمة ككلمة رضا الله. ما هو معنى رضا الله؟ يعني رضا أهل البيت، رضا الله رضا أهل البيت، كما قال الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يروى عنه. رضا أهل البيت الله عز وجل في القرآن الكريم سماه برضا نفسه، سماه برضا الله. إذا كان الأمر هكذا فالنظر إلى الله أيضا يفسر بهذا التفسير، ليس تفسيرا خاطئا. في يوم القيامة الذي يكثر زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ينظر إلى وجه الحسين عليه الصلاة والسلام. هنا ملاحظة، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الأحاديث العديدة هم وجه الله. الذي يريد أن ينظر إلى شخص ينظر إلى وجهه،
وجه الله ما هو؟ الله ليس له وجه مثل وجوهنا، ليس جسما. وجه الله في أحاديث عديدة، وجه الله هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن الملاحظة هي أنه هذه الكلمة، كلمة النظر إلى الله، وردت في أحاديث قليلة جدا. إن كان المقصود هو النظر العام الذي ينظر به المؤمنون إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في القيامة، لماذا هذه الكلمة وردت في موارد خاصة؟ وردت لفئتين من المؤمنين بمقدار ما رأيت. الفئة الأولى الذين يكثرون من زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الفئة الثانية الفئة المتصفة بثلاثة أشياء معا. أولا الفئة التي تتولى أهل البيت وهي تتبرأ من أعداء أهل البيت، وهي تأتم بإمامها، تأتم لعل الكلمة بمعنى الائتمام العملي، يعني تمشي عمليا في طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا ترتكب ذنوب عمدا على الأقل، هذا الائتمام. أو إذا ارتكبت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فورا، تندم تستغفر، لعله الائتمام بأهل البيت. يوالي آل محمد صلى الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويتبرأ من عدوهم على أعداء أهل البيت لعائن الله، ويأتم بالإمام بإمام زمانه، بالإمام منهم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هاتان الفئتان، هذه الكلمة النظر إلى الله وردت بالنسبة إلى هاتين الفئتين، مع أنه كل المؤمنين في يوم القيامة ينظرون إلى وجه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يسقيهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الكوثر. فإذن هذه الكلمة لماذا وردت لهاتين الفئتين فقط؟ لعلنا نستفيد من هذه النقطة أن النظر هذا غير النظر العام لجميع المؤمنين، هذا نظر خاص، هذه خصوصية. الذين يتصفون بهاتين الصفتين، إما الصفة الأولى أو الصفة الثانية، لهم نظرة خاصة لسيد الشهداء، لهم نظرة خاصة لرسول الله صلى الله عليه أجمعين. هذه النظرة الخاصة نظر إلى حقيقة أمير المؤمنين، إلى درجة من الحقيقة لعله، نظر مع لطف خاص لعله. هنيئاً هنيئاً لمن يكثر من زيارة سيد الشهداء. البعض يتشرف مرة واحدة، هنيئاً له. زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مكرمون، كرمهم الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يكثر من زيارة سيد الشهداء يتوفق لهذا التوفيق العظيم، هنيئاً له. نحن على أبواب الزيارة العظمى، الزيارة الكبرى للمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، زيارة الأربعين. هذا البساط العظيم الذي فرشه المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذه المعاجز العظيمة التي يصنعها الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين. لا أقصد من المعاجز التي تحصل لأشخاص، فلان مريض بمرض ليس له علاج يشفى، فلان أعمى يصبح بصيرا، فلان، لا، هذه المعاجز في محلها وهي كثيرة، حوائج لا تقضى إلا عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تقضى، هذه معاجز شخصية. لا، المعاجز العامة التي يصنعها الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين هي معاجز عجيبة وكثيرة. قلب هذه النفوس إلى نفوس ربانية عالية، هذه معجزة عظيمة، ليس نفس شخص واحد، ملايين
نفوسهم تنقلب إلى نفوس ربانية عالية، إلى نفوس رحمانية عالية جدا. هذا الصفاء الذي يوجده الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في النفوس في أيام الأربعين، هذه المحبة التي يوجدها الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في هذه النفوس، هذا الإيثار الذي يوجده الإمام، هذه التضحية التي يوجدها الإمام، البركات التي يوجدها في تلك البقعة الطاهرة، العجائب. ولست بصدد بيان العجائب، اسألوا ممن ذهب إلى زيارة سيد الشهداء، أشياء لا تصدق تكون في أرض كربلاء في أيام الأربعين. الآن أتذكر بعضها، حقيقة لا تصدق، يعني بحاجة إلى تحليل أصلا، تحليل علمي، ولكنها واقع. سفرة فرشها سيد الشهداء، لا أقصد من السفرة فقط سفرة الطعام، لا، سفرة عظيمة من البركات، من المعاجز التي صنعها الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين. هذا يستوجب أمرين، لازمه أمران معا. الأمر الأول سرورنا بهذا اللطف من المولى سيد الشهداء، طبعا وأي سرور تفضل بهذا الحجم الضخم العظيم. والقضية لا تختص بمن يذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء، طبعا هنيئا لزوار الإمام سيد الشهداء، لهم خصائصهم، ولكن حتى الذين يخرجون من دورهم في مسيرات في بلادهم في مسيرات أربعينية، والحمد لله رب العالمين بلاد العالم مليئة بهذه المسيرات، عشرات مئات لعلي أقول آلاف من المسيرات في بلاد مختلفة في مدن مختلفة في العالم، في شرق الأرض وغربها، حتى في تلك صفاء عجيب، روحية عجيبة، تضحية عجيبة غير موجودة في أوقات ثانية. هذه البركات تستوجب أولا السرور وهذا اللطف من المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت تستوجب الحذر، لا يكون بتصرف السيء وبتصرف أشخاص وأشخاص بعيد عنكم إن شاء الله جميعا، من الممكن أن اللطف يسلب، وقد حصل أكثر من مرة. الله عز وجل تفضل على الناس بنعم كبيرة ما عرفوا قدر تلك النعم، سلبت منهم في تاريخ الأنبياء مرارا وتكرارا، في تاريخ هذه الأمة مرارا وتكرارا. يكفينا أن إمامنا مغيب عنا، هذا اللطف الكبير سلب، لماذا سلب؟ لسوء تصرف الناس، من الممكن أن اللطف يسلب إذا تصرفنا تصرفا سيئا، والعياذ بالله تعالى هذا اللطف قد يسلب. لا نتصرف تصرفا سيئا، لا نفكر في أمور مادية. الذي يذهب إلى زيارة سيد الشهداء، ولا أقصد شيئا، ولكن الإنسان يكون حذرا، الشيطان غير ميت، الشيطان موجود، النفس الأمارة بالسوء تأمر بالسوء، لا يكون الإنسان يفكر في أمور جانبية. هذا اللطف الكبير الذي يراه، هذا الكرم الذي يراه من المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يتوجه إلى ذلك، يكون مضحيا، يكون مؤثرا، يكون متحملا. من زائر حصل شيء لا بأس، من شخص يخدم الزوار حصل شيء لا بأس، يلزم أن تكون محبة، يلزم أن يكون هذا الإيثار، هذه الصفاء في النفوس يلزم أن تكون، نحافظ عليها حتى تبقى يبقى هذا اللطف من المولى صلوات الله وسلامه عليه. ويزيد هذا اللطف للمؤمنين في الزيارة في أماكنهم في بلادهم، الذي يتمكن أن يذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء بأي طريق، هو وأهله. البعض يذهب هو يقول لا أتحمل صعوبات الأهل، انظروا إلى الناس كيف يذهبون، هؤلاء حج علينا في الدنيا، حج علينا في يوم القيامة، حج علينا مرضى بتعب بإرهاق، كل خطوة له متعبة، كل خطوة يخطوها بألم،
ويذهب مشيا على الأقدام، يذهب كيلومترات وكيلومترات، عشرات الكيلومترات بعضهم، بعضهم مئات الكيلومترات، أسبوعين، ثلاثة أسابيع، ثلاثة أسابيع أكثر لعله بالنسبة إلى بعضهم، يمشون. أنا لا أتحمل أن أهلي تكون معي، أقع في بعض الصعوبة، شخص معذور معذور، ولكن التعب لا نفكر فيه، تعب لا يكون تعب. ونطلب من الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن لا يرفع هذا اللطف عن المؤمنين والمؤمنات في تلك البقعة المباركة وفي كل بقاع العالم. الإنسان يطلب من الإمام ويقسم على الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لا بأس، القسم على الإمام شيء حسن في الطلبات الدنيوية لا بأس به، فكيف الطلبات المرتبطة بالآخرة أيضا التي لها جانب دنيوي ولها جانب أخروي. نقسم على سيد الشهداء بخدامه، نقسم على سيد الشهداء بزواره، هذا القسم أيضا قسم عظيم. أن يوفقنا لزيارته ولزيارة قبره الشريف في الأربعين وفي غير الأربعين. أن نذهب إلى تلك البقعة الطاهرة ونزور بهذه الزيارة الواردة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في يوم الأربعين، من قرب نخاطبه بهذا الخطاب، نقول له السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. نزور الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إن شاء الله من قرب بهذه الزيارة. الذي يتمكن، الذي لا يتمكن، يخرج من داره، يخطو ولو خطوات، يمشي مسيرا نحو كربلاء من أي بلد أيا كان، مهما كانت المسافة، يخرج الإنسان يمشي بعض الطريق ولو لخطوات، ولو لأمتار، أو يتمكن أن يمشي أكثر، يمشي أكثر، يخرج إلى الصحراء كما في الأحاديث الشريفة في زيارة المولى سيد الشهداء. من المستحب أن الإنسان يخرج إلى الصحراء يزور الإمام الحسين الذي لا يتمكن أن يذهب إلى كربلاء، يخرج إلى الصحراء، يخرج بسيارته إلى الصحراء، في الصحراء يزور الإمام سيد الشهداء، مجامع يذهبون إلى الصحراء يزورون الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في الصحراء. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات المولى سيد الشهداء، ببركات اسم الحسين العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى بأحباب الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى بزوار الحسين المكرمين عنده، نسأل الله سبحانه وتعالى أصحاب الإمام الحسين سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في الدنيا، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في القيامة والجنة، اللهم ارزقنا خدمة الإمام الحسين، اللهم ارزقنا خدمة قضية الإمام الحسين، اللهم ارزقنا اتباع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واتباع آبائه الطاهرين وأبنائه الطاهرين المعصومين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.